السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا معانا. توني روبنز كان بيقول العقبة الوحيدة اللي ممكن تكون في حياتك واللي بتمنعك إنك تحقق أي هدف أنت عاوزه هي القصة اللي دايما بتحكيها لنفسك وبتفضل دايما تعيدها لنفسك كتير. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن المعتقدات الخاطئة أو المعتقدات الراسخة أو المعتقدات الثابتة اللي أنت بنفسك حطيتها كده عقبة قدامك وصدقتها، عملت لنفسك قصة معينة وصدقتها. موضوعنا النهاردة عن limiting beliefs. والليمتنج بليف زي ما قلت انت بنفسك ممكن يكون بناء عن تجارب سابقه، التجارب دي كده علمت فيك، اثرت في عقلك اللاواعي، فخلاص انت عرفت ان انت عمرك ما تحقق حاجه معينه، عمرك ما هتنجح في حاجه معينه. خلونا نتكلم عن مثال احسن. ممكن انا زمان كنت بجيب درجات وحشه جدا في الحساب، او ممكن يكون في مدرس معين عقدني في الماده دي، فانا خلاص دلوقتي صدقت ان انا عمري ما هنجح في حاجه اسمها حساب، واي حاجه لها علاقه بالحسابات بالمسائل باي حاجه تخص الرياضه انا عارفه ومتاكده ان انا استحاله اعرف انجز فيها. نفس الموضوع ممكن ينطبق عن واحد ما بيحبش اللغه، ممكن زمان انا ما كنتش بعرف اتكلم انجليش، كان في مدرس معين برضو كان في تجارب سيئه في الماضي، فدي كلها اثرت فيا جامد جدا وخلت دايما عقلي اللاواعي يدي دايما الايمجز كده ان انا استحاله انجز في اي حاجه فيها لغه او عمري ما هعرف اتكلم عمري انجليزي. الموضوع ده له اساس؟ اه طبعا له اساس. دكتور بروس ليبتون في كتابه The Biology of Belief قال ان الموضوع ده كله له علاقه اكتر بخبرات بتاعه الطفولة أو ذكريات الطفولة childhood memories، وقال إن أي حاجة بتحصل في السابق وخصوصا لو في خبرات فاشلة أو محاولات خاطئة أو تجارب سيئة حصلت في الماضي وانت طفل فالحاجة دي كلها أثرت عليك ودايما بتخليك تصدق إن دي حقيقة مطلقة. طب هل في علاج للموضوع ده؟ طبعا في علاج. ليه لازم نعالجه؟ لأن كل limiting beliefs بتاعتك دي بتمنعك إنك تطور من نفسك ودايما تحسن من قدراتك، تبقى كده عاملة زي العقبات في حياتك، ما بتعرفش أبدا تنجز أي حاجة أنت عايزها، لأن دايما إحساسك الداخلي الصوت الداخلي بتاعك الـ inner code بتاعك بيقولك إنك مش هتقدر، إنك مش هتعرف، إنك استحالة توصل أو استحالة تحقق أي حاجة أنت عاوزها. نعمل إيه عشان نعالج الموضوع ده؟ رقم واحد، راجع أفكارك. بما اننا دلوقتي بدأنا مع بعض اننا نحسن الوعي الذاتي بتاعنا، لازم دلوقتي تحاسب على كل فكرة انت بتفكر فيها. دايما كده تقول لنفسك انا دلوقتي بفكر في ايه وليه بفكر في الحاجة دي من المنظور ده. بمعنى انا دلوقتي ممكن افكر ان انا ايه ده، حاجة فيها رياضة استحالة ان انا احلها، بس لما راجع نفسي وقف انا ليه استحالة احلها وليه اصلا ما بحبهاش، هو انا اصلا جربت؟ طب دلوقتي ايه المشكلة ان اطور نفسي في الحتة دي وابدا اخد كورسز او ابدا ان انا ممكن اتكلم مع المدرسين بتوع زمان يفهموني اكتر واكتر عن نفسي. الفكرة انك لازم تقف وتراجع افكارك، انا بفكر ازاي وانا ايه بالظبط الليميتنج بليفز بتاعتي. تجيب كده ورقه وقلم وتبدا تكتب الليميتنج بليفز بتاعتك، ايه المعتقدات اللي انا واخدها عن نفسي، ايه نقط الضعف بتاعتي، ايه الفيرز بتاعتي، ايه المخاوف اللي دايما خايف منها، ايه العقبات اللي قدامي اللي انا دايما بحاسس انها استحاله تخليني احقق اللي انا عاوزه. حاجه كمان انك تروح تطلب مساعده من صديق، تقول له كده راقبني، راقب افكاري، راقب كلامي، انا ممكن ما اكونش حاسس قوي انا بقول ايه او بتكلم ازاي، راقبني كده وشوف انا بالظبط هل في حاجات معينه بقول انا بقول لك انها استحاله تحصل او ان انا استحاله احققها. الحاجات دي كده بتزود الوعي بالذات وبتخليك اكتر واكتر واعي بنفسك وبتعرف بالظبط انت بتفكر في ايه وبتقول ايه ولمين وازاي وامتى وفين. محتاجين ان احنا نطور من نفسنا يوم عن يوم، محتاجين ان احنا نحاول نزيل كل العقبات اللي في حياتنا اللي بتمنعنا ان احنا نحقق اهدافنا. اوكي، ان شاء الله تابعونا الفتره الجايه اكتر واكتر عشان هنتكلم عن مهارات تانية كتير. اشوفكم على خير.